الراديو 90 90 هواها مصري. مجهدة جدا، بس عايزة اروح بقى لاخر نفس. فكرة انك عملت دور ضابط قبل كده، بس ايه اللي انت حاولت ان انت تخليه مختلف في المرة دي في المسلسل؟ ان هو هنا في جانب مطلع الجانب الانساني اكتر من الجانب المهني. يعني دايما انا هروب اضطراري مثلا كان ضابط مباحث بيجري ورا مجرم وبيمسك مجرم والحاجات دي، فده جانب مهني. مليكة مثلا لما عملت ضابط عمليات خاصة برضو جانب مهني. أرض جو عملت ضابط في جهة سيادية برضو جانب مهني. ده جانب إنساني، ابنه مات ومراته اتقتلوا، فهو بيدور على حقهم، وفي نفس الوقت بيجري مع سلمة اللي هي ياسمين عبد العزيز طبعا بيدوروا على حقيقة قتل جوزها. فهو هنا وهو عنده مشاكل ان ابنه مات، فده جانب انساني اكتر من ان هو يعني ما شفناهوش بيتعامل مع بيحقق ازاي. مش ده موضوع الدور، موضوع الدور ان هو الضابط ده كانسان بقى بيتعامل ازاي. يعني دي النقطه اللي شدتك في الورق اول ما شفته؟ بالظبط بالظبط. فكره وجود ياسمين، اكيد طبعا ياسمين نجمه كبيره واسمها لوحده كفيل ان المسلسل يبقى مسمع مع الناس، بس الناس مرتبطه بياسمين بالكوميدي. دايما ياسمين كده البونبونيه اللي بتطلع تضحكنا، اللي حتى بنبقى حابين ان اولادنا يتفرجوا عليها، لان هي بتفكر برضو في الحاجات بتاعت الاطفال قوي، بتعمل الحاجات اللي هي فاميلي يعني زي ما بنقول. فكره ان هي رايحه ناحيه السسبنس السنه دي خوفت الناس كلها. ما خوفتكش برضو؟ مسكت الورق في ايدك ياسمين عبد العزيز، بس ازاي هي ياسمين برضو عبد العزيز هي ممثله قويه. وبعدين هي شكلا مش مدي كوميدي، يعني هو كمان ده ساعدها جدا ان هي من الممثلات القليلين جدا اللي هو شكلها بيجيب اي حاجه. يعني تعرف تعمل فيدت وتعرف تعمل كوميدي وتعرف تعمل يعني شكلها مش راكب بس مع الناس كوميدي بس طبعا. فهي لما طلعت قصه الحب اللي ما بينها وما بين جوزها وان هي تراجيدي، انا كنت متاكد ان هي يعني اصليه كمان هي تخاف على اسمها اكتر من انها خاف ان انا اروح اعمل دور معاها. فهي اكيد عارفه ان هي هتعمل بالظبط، وان دي نجمه كبيره جدا، فعارفه قبل ما توافق على السكريبت ان هي هتعمله كويس، وهي عملته كويس وكانت مفاجاه للناس. يعني احكي لي عنها في الكواليس كده عامله ازاي معاكم. لا ياسمين من احسن الناس انا اشتغلت معاها. يعني انا السنه دي كنت محظوظ انا شغال مع ياسمين ومع امير، والاثنين كان نجوم يعني. لا ناس محترمه. لا ياسمين طبعا دمها خفيف، بتعمل اللوكيشن كويس، بتعمل الناس كلها كويس جدا من اكبر واحد لاصغر واحد. سمعنا انها كانت بتجيب لكم رنجه. ده حقيقي. ده الرنجه ده كان فتحي عبد الوهاب، هو فتحي عبد الوهاب بيحب الرنجه. فكل مثلا ما يجي ياسمين انا عايز رنجه، فهي تقوم جايبه بعته جايبه رنجه والحاجات دي وده. فبقى خلاص راكور ان كل يوم احنا عارفين ان احنا هناكل رنجه عشان استاذ فتحي عبد الوهاب عايز رنجه. يعني انت يا راجل بتاكل رنجه وبتطلع تعمل بروسلي وبعد كده تروح تعمل ادهم وفي النص 10 دقايق احمد وعايز تبقى مواصل بالرنجه. طب هعمل ايه طيب؟ بس هي الرنجه كانت حلوه. يعني انا ما اعرفش جابها منين، انا ما اعرفش فعلا الرنجه دي كانت بتيجي منين، بس هي كانت حلوه. كتير من النقاد قالوا ان المسلسل حلو جدا بتاع اخر نفس، بس ان هو اتظلم في فكره زحمه المسلسلات، وان هو لما يتعرض بعد رمضان هياخد حقه فعلا. انت شايف ده؟ مش شايف ان هو مسلسل مهم جدا، شايف ان هو لا يعني برضو عشان لا المسلسل العائلات شافوه تمام، لكن هو برضو هيتشاف اكتر وهيحقق جماهيريه اكتر بعد رمضان. في مسلسلات كتير كانوا كده يعني. طب انا ما ينفعش ما استغلش بقى ان انت موجود عشان انا كاتبه النقط دي بايدي عشان عايز افهم. معلش بقى فهم اختك كده عشان انا بدات اتلخبط. هو فتحي عبد الوهاب كان ميت ولا لا؟ يعني هو مات ولا مش ما ولا لا مش مات 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 فتحي مات. طب وبعد كده ما هو في الاخر الموضوع احنا مش فاهمين النهايه. انتوا ربيتونا. لا ما هو مات واحنا رحنا خدنا يعني خد درع سليم موته اللي هو احمد صلاح حسني. جميل. قتل. وبعد كده احنا رحنا خدنا الدرع، هي راحت اتكرمت في وزاره الداخليه وخدت الدرع تكريم، وانا كنت واقف معاها وقلت لها ان هو انقذ البلد من عمليات ارهابيه كتير كانت ممكن تحصل يعني. دلوقتي عايزين نعرف حاجه ثانيه، هي ياسمين عملت نفسها ميته لما سراء ضربتها بالمسدس؟ لا جت في كتفها. جت في كتفها. جت في كتفها. جت في كتفها. الثانيه بس هي اللي استعجلت وموتت نفسها قبل ما تتاكد ان ياسمين ماتت. طب لا يعني في شويه حاجات كده حسينا ان انتوا ناويين تعملوا جزء ثاني، مش عايزين تقولوا لنا في لا حاجه؟ لا 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 اخر نفس مفيش جزء ثاني. مفيش جزء ثاني. لا خلاص. طيب فكره ان انت عندك مسلسل تاني في نفس السنه هو كلبش، وفكره برضو ان فتحي كان شغال مسلسل تاني هو لمس اكتاف، واحمد صلاح حسني برضو كان في حكايتي. في ناس قالوا ان ده ضر اخر نفس شويه، ان الناس بقت متلخبطه
هو احمد ايه هو ده شخصيه مين؟ عارف فكره ان انتوا هنا وهنا فلخبط الناس ممكن يكونوا اتلخبطوا عند فتحي واحمد صلاح حسني اكيد. انا لا انا عم بروسلي شخصيتين مختلفين تماما. بالظبط. من الحاجات برضو اللي خدنا بالنا منها السنه دي في رمضان فكره ان السسبنس كتير قوي. أوكي. فكره ان احنا يبقى في حاجه نقعد نفكر فيها طول المسلسل ومين قتل مين ومين عايش وبعد كده رجع ومين مات وزي ما انا بقول لك انا شخصيا يعني فتح لازم يحد في موقف انت مت ولا لا. صح. انت شايف ان احنا بقينا عايزين كده؟ هو ده التوجه السائد دلوقتي يعني كل فتره كده الناس بتحب يعني جت فتره كده لو فاكره الناس كانت بتحب الكوميدي. كان كل الشغل في السينما كل كوميدي. كان كله كوميدي. وبعد كده جت فتره فاكره في الثمانينات كان كل افلام اللي هي مقاولات عن 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 تجار مخدرات والبطنيه والحاجات دي فاهمه قصدي. وبعد كده دلوقتي في التسعينات كده شويه الافلام العميقه اللي احنا كنا بنتفرج عليها يوم الخميس دي لا مش مفهومه دي فاهم حاجه يعني جت فتره كده في السينما كده مثلا كان افلام انا مش لحد النهارده ما بفهمهاش. صح. فاهم احنا اتفقنا كصناع سينما هنعمل افلام الناس ما تفهمهاش وهو ده الهدف وهو ده الهدف. فقعدنا بقى في فتره التسعينات دي بنعمل افلام ما حدش بيفهمها فاهم لحد الحمد لله ما خلصنا من الفتره دي. بعد كده دخلنا في فتره التسعينات في الجامعه الامريكيه افلام كوميدي بدانا نشهر شويه. وبعد كده بقى دخلنا في افلام السسبنس من اول ملاك اسكندريه من اول ملاك اسكندريه احنا بندور على مين عمل ومين سوا. بعد كده بقى في التلفزيون من اول رقم مجهول ابتدى الموضوع هنا بقى ان يوسف الشريف. بالظبط يوسف الشريف. بس فده التوجه السائد دلوقتي الاكشن والسسبنس والحاجات دي. بس في ناس برضو بتعمل كوميدي وليها جمهور يعني الواد سيد الشحات مثلا الواد سيد الشحات احمد فهمي الواد سيد الشحات احمد فهمي احمد فهمي عمل قبل كده بالظبط. فلا فالكوميدي برضه ليه سوقه بس هو التوجه السائد اكتر دلوقتي اللي هو السسبنس والاكشن يعني. غير كلاب شو اخر نفس ما عدتش على اي مسلسل من المسلسلات كده وبصيت بصه انا عارفه كنت بتصور للاخر في حاجه حتى انت ناوي ان انت تبدا تتفرج عليها ان شاء الله؟ انا هتفرج على كلاب شو اخر نفس تاني انت ما لحقتش تتفرج اصلا؟ لا اتفرج تاني بقى. في حاجه تانية مسلسلات تانية عايز تتفرج عليها ان شاء الله؟ كلاب شو اخر نفس برضه مفيش فايده.